صباح الخير عن جديد مشاهدينا، وانتقالا لأولى فقراتنا الطبية من بعد شهر أكتوبر الوردي انتقالا إلى شهر تشرين الثاني الخاص بالتوعية لسرطان البروستات عند الرجال. هذا المرض يلي أشارت بعض الدراسات لإله إنه ارتفاع هرمونات الاندروجينات عند الرجال ممكن إنه تساعد وتسبب وتزيد من خطر الإصابة بهذا المرض. وأكيد معلومات أكثر واستفسارات أكثر رح نتعرف عليها من على هذا المرض، وهل هو مرض صامت أو مميت أو خطير، ومن أي عمر ببلش، وأيضا طرق العلاج والتشخيص، وكمان الأعراض يلي بتظهر عند الرجل أثناء إصابته بهذا المرض. كل هذا الشيء ضمن فقرتنا لليوم مع الدكتور محمد عزام، استشارية جراحة الكلى والمسالك البولية. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم وصباح الأخوة المشاهدين. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية عم نحكي عن موضوع جدا مهم اليوم وشائع، كنا عم نحكي قبل الهواء أنه هو ممكن منتشر أو ممكن يتشكل عند الرجل بعد سن الخمسين، لكن أحيانا كمان بنشوفه موجود تحت سن الخمسين. خلينا بداية دكتور نتعرف نحن والمشاهدين شو بنقصد بسرطان البروستات. بداية البروستات لمعرفة الأخوة المشاهدين هي عبارة عن غدة تناسلية أو جزء من الجهاز التناسلي عند الرجال، لها دور بعملية إفراز سائل يضاف للسائل المنوي، فلها دور في الإخصاب عند الرجال. بتصيب عدة أمراض لغدة البروستات، لكن الأشيع اللي حنتحدث عنه اليوم هو سرطان البروستات اللي بينتشر عادة بعد عمر الخمسين عند الفئة يعني متقدمة بالعمر. السرطان بشكل عام أو سرطان البروستات بشكل خاص هو عبارة عن تكاثر للخلايا البروستات بطريقة سريعة وغير منظمة وغير وظيفية، فبتؤدي تكاثرها بهي الطريقة لتخريب المنطقة اللي هي فيها، أو إحداث نقائل لهي الخلايا تنتقل عن طريق الدم لمناطق ثانية من الجسم فبتتكاثر وبتخرب المكان اللي هي موجودة فيه حسب المنطقة اللي بتنتشر فيها، للعظام، للكبد، للجهاز العصبي، فبيظهر أعراض بناء على المنطقة اللي انتشرت عليها. غالبا بيكون السرطان البروستات طبعا ما له أعراض، بيكون صامت، بنكتشفه نحن أحيانا بالمسح الدوري. للأسف أنه أحيانا لما بيكون في أعراض لسرطان البروستات بتكون هي الحالة متفاقمة ومتقدمة، فنحن دائما بنوصي المرضى أو الرجال بشكل عام يعملوا مسح للبروستات بعد سن الخمسين، وحتى بعد سن الخمسة وأربعين لما بيكون في قصة عائلية، لأنه هو في جانب وراثي بموضوع سرطان البروستات. لما بيكون أحد عمومه أو والده للرجل عانى من سرطان البروستات فهو يفضل يعمل فحص دوري للبروستات خلال المرحلة العمرية بعد ال 45. أحيانا ممكن هلأ نحن إذا تحدثنا عن موقع البروستات هي تحت المثانة تماما محيطة بالإحليل، فهي محيطة بمخرج البول، فلما بصير في سرطان أو ضخامة للبروستات من الطبيعي أنه بصير في أعراض وين؟ بداية بخروج البول. الأعراض بخروج البول مختلفة طبعا، بتبدأ أحيانا بأسر بولي، المريض ببلش ما عاد بيقدر يخرج البول بشكل سهل بشكل سلس، فبتلاقيه عم يعمل سترينينج يعني عم يضغط ويكبس لحتى يخرج البول. البول بيخرج بطريقة بطيئة ضعيفة، بصير في تنقيط، يعني المريض بيراجعنا بيقول لي في تنقيط بالبول، آخر شيء بخلص برجع بكمل يعني بشكل متكرر لكميات قليلة من البول. أحيانا بصير في عنده إلحاح، شعور مفاجئ بالتبول، أحيانا بصير في حرقة لما بيبول. طبعا بتتشابه هي، مو دائما نحن هي بنعزيها أنه هي لا هي عبارة عن سرطان، لا أكيد هي الأعراض أعراض خاصة بالبروستات لعدة أمراض، لكن الطبيب هون دوره أنه يفصل ويحدد نوع المرض اللي هو مصاب فيه الرجل. الأعراض يعني واسعة، فينا نحكي أنه أحياناً بتكون دم بالبول أو دم خلال السائل المنوي. طبعاً
الدم بالبول في عدة أسباب لوجود الدم بالبول، لكن نحن قلنا أنه هي علامة منبهة للمريض، بيراجع فيها الطبيب والطبيب بيحدد من خلال الفحوصات والصور هل هو عبارة عن مشكلة سرطان بروستات أو ضخامة سليمة أو هو التهاب أو أسباب تانية أدت لهي الأعراض. تمام. دكتورة خلينا ننتقل لعوامل الإصابة بهذا المرض، وممكن يكون بعض الدراسات هي تكون صحيحة أنه ارتفاع هرمون الذكورة الأندروجينات يؤدي لزيادة الخطر بهذا المرض؟ ارتفاع الأندروجين أو التستوستيرون هرمون الذكورة له دور، لكنه ما هو الدور الأساسي. وجود الهرمون هو اللي بيؤدي لاستمرارية نمو البروستات، لكن ارتفاعه أو انخفاضه ما هو السبب في سرطان البروستات. مثل ما أن التقدم بالعمر بعد عمر الخمسين، هي شو الفكرة؟ أنه البروستات هي غدة تستمر في النمو مدى العمر، لهيك دائماً بتظهر أعراضها بعد عمر الخمسين مع التقدم بالعمر، وبتزداد هاي الأعراض. يعني اللي بوصل للستين بتلاقي الأعراض أشد، صارت للسبعين أكثر. طيب عند مين أكثر نسبة الحدوث أكثر، عند اللي فوق سن الخمسين ولا اللي تحت؟ لا، فوق سن الخمسين. ولما بيصير في عامل وراثي بيكون العمر أدنى، يعني بتبلش من الخمسة وأربعين. وفي بعض الناس نحن بنصنفهم يعني عند البشرة اللي عندهم بشرة سمراء بيكون حتى كمان أكثر نسبة انتشار عندهم، أو اللي عنده زيادة وزن اليوم هيك بيقولوا سمنة مفيدة. السمنة من أحد عوامل خطورة، السكري مرض السكر، نوعية الغذاء بتلعب دور. فهي الحالات كلها، لكن هن حددوا أنه العمر لإجراء الفحوصات هو بعد عمر الخمسين. تمام. دكتور، بعد ما حكينا وتعرفنا على الفئة العمرية اللي ممكن اليوم تصاب بسرطان البروستات، خلينا نرجع شوي للأعراض. يعني ببداية حديثك ذكرت أنه هذا المرض ممكن يكون صامت، ما في أعراض نظامية، ولكن اليوم ممكن في هيك علامات أو إشارات بسيطة نحن من خلالها نعرف أنه في عنده هذا الشخص سرطان بالبروستات، أو ممكن هي الأعراض تتشابه مع مرض تاني؟ تمام. هي دائما هي صامته بشكل عام سرطان البروستات، لكن في تحاليل مخبريه وفحوصات نحن بنعملها بنقدر نحدد في بدايه المرض اذا كان هو موجود او لا. لكن المريض بيميز هذا الشيء لما بيكون في حالات احيانا بتظهر عند مرضى وما بتظهر عند مرضى ثاني. من هي الحالات قلنا انه هي موقعها عند مخرج البول، فلما بيصير في ضخامه وزياده بحجم البروستات بتضغط على هذا المخرج، فبيؤدي لاعراض لها علاقه بخروج البول. بتلاقي دائما بالليل كثير بفوت على التواليت، في فريكوانسي عالي، يعني كل شوي بفوت على التواليت وبيرجع بطريقه غير طبيعيه. دفق البول بيكون ضعيف، وان التنقيط احيانا بيكون المخرج كثير شديد الانسداد فيه، فالمثانه لما بتنقبض لتخرج البول بتكون مجهده غير كافي لانه يخرج البول. فشو بيساوي الرجل لما بيكون قاعد بطريقه غير اراديه؟ بيصير بيضغط بيكبس بعضلات البطن حتى يساعد المثانه، فبيصير في صعوبه بخروج البول، واحيانا بيسكر بشكل كامل. ممكن يظهر الأعراض بمراحل متقدمة لما بصير في نقائل مثل ما قلنا للعمود الفقري، يعني ممكن يجي شخص عم يجعه ظهره، عم يعاني من ألم بالظهر وهو سببه البروستات. ففي عوامل بتكون ما لها علاقة بموقع البروستات في أعراض تظهر نتيجة تقدم المرض. طيب طرق التشخيص دكتور، كيف ممكن وقت الشخص بيصير عنده أعراض ممكن خفيفة أو ممكن ما يشعر بأعراض مثل ما أنه مرض صامت، كيف هو بده يعرف أو يلحق حاله قبل فوات الأوان ويدخل مرحلة الخطر؟ موضوع التشخيص صار في تطور كتير كبير في موضوع تشخيص سرطان البروستات، هو من السرطانات الشائعة طبعا. فالتحاليل المخبرية اللي بيقوم فيها الطبيب طبعا تشمل تحليل BSA هو خاص بالبروستات، تحاليل وظائف الكلى، التحليل البول، السكري، منشان يميز وجود انتان ولا وجود حصيات بالمثانه، الايكو، تصوير
بالإيكو أو التصوير الطبقي أو المرنان. هلأ هي الوسائل التشخيصية بيحددها الطبيب بناء على الشك اللي من خلال الفحص. وفي فحص كمان بيكون فيه الطبيب بيلبس قفازات وبيتم فحص مباشر للبروستات، هذا كتير له دور مهم. عبر الشرج بيتم الفحص للبروستات بشكل مباشر. في علامات الطبيب بيلاحظها، لما بيلاحظ هاي العلامات بينتقل لمرحلة تشخيصية تانية لوسائل تانية بيستخدمها حتى نحدد بدقة إذا هو في سرطان بروستات أو لا. لكن المعيار الذهبي اللي كتير مهم هو خزعة البروستات. أحياناً لما بصير في شك من خلال الفحص نلجأ لمرحلة أدق وهي خزعة البروستات. في تحليل محدد دكتور لازم ينعمل كل كم شهر؟ هلا حكينا هو البي اس اي كل ايمت يعني تقريبا الفحص الدوري عن طريق الطبيب للبروستات بشكل مباشر. اذا في عامل وراثي يفضل كل سنه، تمام. في متابعه، نحن زياده البي اس اي وسرعه زيادته للمريض بيحدد المتابعه هل هي مكثفه او لا، بحاجه لفتره زمنيه اكبر. يعني هذا الامر بناء على الاعراض والتحاليل المخبريه. تمام. لكن مثل ما تفضل مثل ما حكيت انه الناس بتخاف من خزعه البروستات لما بيقول له في خزعه، لكن هي المعيار الذهبي اللي بيحدد حاله النسيجيه للبروستات، نوع السرطان هو عدائي او لا عدواني. كثير له دور كثير مهم وهو اللي بيطمئن المريض في حال إجراء. لكن نحن دائما منخاف إنه الخزعة لا معناها في مشكلة، ما دائما ممكن نعمل الخزعة ويكون إنه شرط إنه يكون في سرطان، لا أحيانا بيكون حالة مرضية مختلفة عن السرطان بنحددها من خلال الخزعة. أكيد. نحن الشهر الماضي كنا عم نوعي السيدات وصبايا بالفحص المبكر عن سرطان الثدي، وهلا نحن بشهر تشرين الثاني. خلينا نحكي اليوم أهمية التوعية اليوم للشباب أو الرجال بالفحص المستمر والدوري مشان يعرفوا إذا في عندهم أي مشكلة أو في حال وجود سرطان البروستات. نحن حكينا علامات، العلامات اللي حكيناها من الأعراض كتير مهمة بتنبه الرجال لموضوع الفحص البروستات، الفحص المكثف، الفحص الدوري بعد عمر الخمسين. لما بيعمل فحص الفجول بيكون عم يعمل خطوة إيجابية كتير مهمة، لكن اللي بنركز عليهم أكثر هن اللي بيعانوا أحيانا من أعراض يلي ذكرناها هلا، يلي بيكون عندهم قصة وراثية. بس برأيك في عندهم اليوم ثقافة؟ اليوم هي الفحص الدوري عم بيكون في ثقافة؟ بهالمرحلة أنا بظن انتشر بشكل جيد موضوع الفحص الدوري. في كثير من الرجال بيجوا منشان يطمئنوا، ما كنا نلاحظ هاي الحالة، ففي صار ثقافة منتشرة بين الرجال، حتى الأعراض صارت بتنبه الرجال. يعني كانوا أحيانا الرجل يفيق كثير على التواليت ويدخل كثير على الحمام يقول لك أنا معي سكر. صحيح. في مفاهيم مغلوطة. هلا حاليا لا، بقول أنا بدي أطمئن، بدي اطمئن هل هو بروستات او لا سكر. يعني حتى هو بيجي وعنده فكره معينه وثقافه معينه كثير ايجابيه هي بموضوع الفحص المبكر، موضوع التشخيص المبكر والعلاج. اكيد. طيب خلينا ننتقل للدكتور لطرق العلاج اليوم. ممكن انه الشخص المصاب بهذا المرض انه يتعالج، ولا بس دخل مرحله خطوره صار مميت او خطر كثير؟ سرطان البروستات بشكل عام هو انتشاره بطيء، نموه بطيء وانتشاره وانتقاله بالجسم بطيء. فغالبا اللي عم بيعانوا من سرطانات البروستات ما بيتوفوا، يعني ما بتكون نهاية الحياة بنتيجة هذا المرض، بتكون نتيجة أمراض ثانية، قلب أو سكر أو أي سبب آخر. مو شرط إنه اللي بيعاني من سرطان البروستات تكون نهاية، لا، لأنه بطيء فتأثيره سيء بطيء. هي ميزة في رغم انتشاره يعني بشكل بين الرجال، لكن انه العامل الايجابي، الفكره الايجابيه انه ما هو سريع ونحن بنقدر نسيطر عليه وبنقدر نصل للشفاء التام لما بنكتشفه بفتره مبكره. تمام. وين المشكله؟ ما بيكون في ثقافه عند الرجال او الشخص بيعاند احيانا الاعراض بتلاقي بكابر عليها،
بيقول انه ممكن تروح ممكن تزول، او حتى بيخاف حتى من التشخيص. في ناس بخافوا من انه يجي على الطبيب لانه ما بده يعرف انه هو مريض او هو في عنده مشكله مرضيه. لا، هو بضل بيقنع نفسه انه لا ما في مشكله، عادي، هي الاعراض موجوده عند معظم الرجال، فما بيراجع الطبيب. هون المرحله نحن مرحله خطره، لانه الزمن بيلعب دور كثير كبير بالعلاج. لما بنكتشفها بشكل مبكر بنقدر نسيطر عليه بشكل كامل. من انواع العلاج طبعا هو الجراحه، من استئصال البروستات بشكل كامل، وبعدها من مراحل متقدمه ممكن نستخدم العلاج الكيموثيرابي، العلاج الكيميائي او العلاج الشعاعي. تمام. بما انه عم نحكي عن طرق العلاج اليوم لسرطان البروستات، دكتور ايمت ممكن نوصل لمرحله نحتاج لاستئصال سرطان البروستات؟ الاستئصال هو بيكون بالمرحله البدايه الانتشاء وجود السرطان. لما بيكون سرطان البروستات ببدايته متوضع ضمن البروستات، هون استئصال بيكون ذو جدوى، لانه نحن مثل ما بنقول انه نبته سيئه قلعناها من جذرها، فما عاد في هون دائما ما عاد في مشاكل، ما في خوف من انه يكون في نقائل لمكان ثاني بالجسم وبالتالي اذيات اكبر. طيب بنهايه فقرتنا دكتور وباخر كم دقيقه خلينا نسلط الضوء اليوم على اهم النصائح، او ممكن كمان ندخل بهي النصائح طرق للغذاء اللي ممكن انه يوقي او يساعد بخطه العلاج نوع من انواع الاغذيه، وشو هي اهم النصائح؟ هل اهم النصائح ننتبه لموضوع الاعراض يلي صارت معظم الناس معظم الرجال بتعرفها، صاروا يتثقفوا بهذا الجانب بسبب انتشار مشاكل البروستات بشكل كبير. المسح الدوري كثير مهم. موضوع الاغذيه، هلا في دراسات كثير بتحس على تناول بعض الاغذيه اللي هي بتقي من سرطان البروستات، لها دور كثير جيد بهذا الجانب، مثل حب القرع او بيستخدموه الناس كبذور القرع او زيت القرع، الشاي الاخضر في انتي اوكسيدانت كمان مفيد، في ماده يعني تم اجراء دراسات عليها ولقوا انه في فائده كبير، اللايكوبين هذه موجوده بالبندوره، حتى طبعا البندوره المطبوخه موجوده فيها هي الماده، كمان من احد المواد الفعاله واللي بتقي من امراض البروستات. هذا الجانب الغذائي. نبتعد عن مثل ما تفضلت الصحه، السمنه كثير مضره، استخدام الدهون غير المشبعه باغذيتنا كمان له دور كثير مهم. تمام. وكمان دكتور بنسمع كثير بمصطلح تضخم البروستات، شو نقصد فيه اليوم؟ المصطلح هو مصطلح العام. البروستات عبارة عن حجمها قد سمرة الجوز، تقريبا 20 جرام 20 ميلي لتر ل 25. بعد عمر الخمسين هي هون مشكلتها، انه بتصير حكينا نحن انه دائما نموها مستمر البروستات، وهذا الجانب لازم يعرفه المريض. ليش؟ لما بيعرف هذا الشيء بيعرف انه هو لازم لما بتظهر الاعراض يعني ينتقل لمرحله العلاج، لانه كثير في من الرجال بيكابروا على الاعراض انه بتروح بتزول، لكن هو ما بيعرف انه هي استمراريه تضخم البروستات. هذا امر موجود عند كل الرجال وما بيوقف مع التقدم بالعمر، بالعكس بيزيد، فبالتالي الاعراض لا تزيد، فبالتالي اذيات تضخم البروستات بتزيد، مثل اذيات المثانه، فشل الكلوي نتيجه انسداد، وجود حصيات بالمثانه او انتانات متكرره. ضخامه البروستات هو السبب في كثير مشاكل عند الرجال، بتنتشر لموضوع الكلى والمثانه، مو فقط يعني هو تكرار تبول او اسر بولي، لا، بصير في اذيات لانه يفقد وظيفه المثانه، تفقد وظيفتها، فبصير بيعاني من سلس مع التقدم بالعمر. فدائما العلاج المبكر لضخامه البروستات امر كثير مهم وضروري، ولا يمكن انه الواحد يتجاهله لانه بزيد بشكل متفاقم مع الزمن. يعني اكيد بالنهايه بدنا نشكرك دكتور محمد عزام، اختصاصي جراحه الكلى والمسالك البوليه، واكيد كمان بدنا نتمنى الصحه والسلامه للجميع. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا. اكيد شكرا لك دكتور محمد على كل المعلومات الطبيه المهمه اللي قدمتها اليوم. اهلا وسهلا.